أن تدعو إليها كلما اقتضى الأمر ذلك. اليوم هو يوم استثنائي، جئنا لنصرخ ونقول إن كرامتنا قد مست، إن مهنتنا تدمر، إن بصر المواطنين يتلاعب به بطريقة بشعة. عثمان الشرقاوي، عضو المكتب الوطني لنقابة المبصريين بالمغرب. اليوم جينا نعطيو واحد الرسالة ديال بركة المهنيين واقعين في واحد المشكل كبير بزاف. عندنا مشكل ديال التعليم، خلقينا واحد المشكلة عويصة. المهنيين كلهم في واحد الوضعية اللي هي صعيبة بزاف بسبب المشاكل ديال التعليم. عندنا مشكل ديال بيع الدبلومات، وعندنا المشاكل ديال التكوين ضعيف ديال البعض، باش ما نقولش مجمل ديال المدارس. حنا كنقابة وطنية ما عمرنا كنا ضد التكوين، اكثر من ذلك فالنقابة الوطنية هي اللي دخلت التكوين ديال اختصاص ديال النظاراتي المبصري في الجامعات القضائية منذ 1997. المشكل اللي تنعيشه الان هو مشكل ديال كثرة المدارس، مشكل ديال الجودة ديال التعليم، وكذلك هذه الظاهره الخطيره اللي ولات دابا ديال بعض المدارس في مشكل في بيع الدبلومات. احنا اليوم جينا نطرحوا مجموعه تساؤلات. التساؤل الاول، الواحد كيف ما كان مواطن او مسؤول او مدير دراسه، كنتسائلوا حنايا الا كان ولده او بنته محتاجين نظارات بصريه، واش غادي يبغي يديه عند واحد نظارات مبصري اللي هو غير مؤهل، هو ما قراش ويكون غير شاري الدبلوم. تنظن على ان اي واحد خصو يوضع راسو في بلاصه المواطن ويجاوب على هذا السؤال. هذا التساؤلات الاخرى اللي عندنا هي كيف لهذه المؤسسه اللي طاحت في هذه الفضيحه هذه، كيفاش قدرت انها تعطي واحد الدبلوم، وحنا كنعرفوا على ان القانون 13.0 والمرسوم التطبيقي ديالو وكذلك تفسير التحملات تلزم على المدارس كانوا معتمده او غير معتمده يعطيو لا ليست قبل 31 دجنبر، يعطيو لا ليست المديريات الجهويه، لا ليست ديال الناس اللي تقيدوا ديال الدوزيام اني ديال الثوازيام اني، ديال الناس اللي هما نجحوا في التكوين ديالهم. كيفاش هاد الناس هادو عطاو ديبلوم ديال واحد تقيد في شهر 3 اللي تيكون السيستم باش يدخلوا المتدربين مسدود، وفي شهر 7 تيعطيوه ديبلوم اللي غيسمح ليه يمشي لامانه عمل الحكومه وياخذ ترخيص ويبدا يمارس واحد المهنه صحيه لعموم المواطنين. نفتخر بشهاداتنا ومستوى تكويننا والدور الذي نلعبه في المنظومة الصحية، حتى أصبحت الشهادة أرخص من دراجة نارية. لكن هيهات هيهات لهذه المهنة رجالاتها الذين لا يملون ولا يكلون عن الدفاع عنها بكل الطرق الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاط هشام، نائب رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصري المغرب. اليوم جينا هنا تلبية لنداء النقابة الوطنية للمبصري المغرب على خلفية القبض على مدير مدرسة لتكوين نظاراته للمبصريين، وهو متلبس ببيع شهادة لشخص غير مكون، وكان التنسيق مع النيابة العامة بهذا الشخص توضع عليه كمين باش يكون عندنا واحد الدليل على انه هذه الممارسات تتمارس في مثل هذه المؤسسات هذه اللي احنا نبهنا عليها مرارا وتكرارا عبر السنين الماضية، ولم يتحرك لم تتحرك الجهات المسؤولة في الاتجاه الايجابي لضبط والحد من هذه الممارسات. اليوم حنا تنوقفوا هنايا تنحملوا المسؤوليه المندوبيه اللي تابعه لهذه المؤسسه هذه، لاننا راسلناهم ونبهناهم ما داروا حتى شي اجراءات. تنطلبوا منهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم، وتنطلبوا من الوزاره الوصيه حتى هي تفتح حوار معنا حنا كممثلين ديال هذا القطاع. هذا عندنا ملف مطلبي واضح وفيه حلول اللي تتحل
دون وقوع هذه الممارسات في المستقبل القريب. وهذه المسائل هذه مستعجله لانه تتمس الصحه البصريه ديال المواطن، لان المهنه ديالتنا عندها علاقه بالصحه البصريه ديال المواطنين المغاربه اللي مبصريين مزورين شادين شهادات بدون تكوين معرض تعرضوا الصحه البصريه المواطنين للخطر. والان نحن امام المندوبيه الجهويه للتكوين المهني لاننا نحملهم المسؤوليه لما آلت له هذه الشواهد، لاننا طالما نبهناهم وراسلناهم لكن ابدا لم نجد اذانا صاغيه. مينا احكيم رئيسه نقابه المهنيه الوطنيه للمبصاريين المغاربه، هذه الوقفه نظمتها النقابه الوطنيه من اجل التنديد بقضيه ما يعرف ببيع الدبلومات امام مقر المندوبيه الجهويه للتكوين المهني، بحكم انها هي الوسيط المباشر على معاهد التكوين، ونحملها كامل المسؤوليه بحكم انها مسؤوله على المراقبه، ويعني ملي كتوقع هاد التجاوزات اين هي المندوبيه. وللاسف ومنذ اندلاع هاد القضيه لم نسمع لها صوتا ولو بيانا ولا اي تصريح في الموضوع. وهذه القضيه ليست بقضيه معزوله، انها سنين وحنا كنعيشوها، واليوم جاء الحق ظهر الحق، ونقول كفى وكفى وكفى. والمطالب ديالنا مطالب مشروعه، اولها تغيير قانون 1300 اللي كيخص معاهد التكوين، وكذلك ادخال بعض النصوص لتجويد والرقي بهذه المهنه، ولايجاد حلول جذريه لا للحلول الترقيعيه، ونحمل كذلك المسؤوليه الكامله لوزاره التكوين المهني بحكم انها هي الوصي على هذا القطاع، يعني عندها واحد المسؤوليه مباشره، ونقول لها كفى وكفى وكفى. السلام عليكم، انا اسم الناصري مبصاري، واليوم جينا واقفين قدام مديرية جهوية للتكوين المهني لأننا تنحملها المسؤولية الكاملة في الكارثة اللي وقعت في قضية ما بات يعرف ببيع الدبلومات البصرية. هذه القضية هذه اللي تفضحت في الأسبوع المنصرم كان سبب ديالها النقابة الوطنية، الجهودات ديالها مشكورة، وهذا البيع الشواهد راه تفشى على الصعيد الوطني كامل، ماشي محصور في مكناس، بل أنه الشواهد ديالهم كاملهم تلقاوها في المغرب على الصعيد الوطني، وهذه كارثه عظمى باش انه مبصاريين سنين وما تيقراو سنين وما تيكافحوا، ويجي شخص يشري دبلوم وبدون تكوين بدون اي مجهود. وحنا جينا اليوم نقولوا الصوت ديالنا، نقولوا لا للفساد، لا لبيع الشواهد، نعم للكرامه، نعم للانصاف. معكم يزيد فضل مبصاري في مدينه فاس، ممثل شركه بصريات يزيد فضل. احنا انا كمبصاري يعني جيت لهنا باش نشارك الزملاء ديالي ضد هذا الفعل الشنيع اللي صراحه انك تجي تاخذ رشوه، بهذه العباره تاخذ رشوه باش انك تعطي لواحد انسان ما يستحقش الدبلوم. فاول حاجه بعدا كضرب بالمهنه ديالي، ثاني حاجه كضرب بينا حنايا المبصاريين كاملين.